بالكم. اليوم نروح الولايه تاع سوق هراس، وبالضبط في بلديه على اقصى الحدود مع تونس، بلديه سيدي فرج التي تخصصت في انتاج التين الشوكي او كما احنا نقولوا كرموس النصارى. وهذا يعني المنتوج الزراعي اللي كان مهمل منذ الاستقلال يعني، الان ظهر انه فيه فوائد كبيره جدا في الصناعه الغذائيه دون دومين اغرو اليمونتير، حيث انه فيه زيوت تستخلص من ماده التين الشوكي وكذلك ماده الخل، واللي عندها قيمه كبيره جدا في انتاج مستخلصات طبيه وكذلك في ميدان كوزميتيك. ان شاء الله التجربه هذه نتاع الوحيده في الوطن نتاع بهذا الحجم نتاع تحويل التين الشوكي تلقى لي ديبوشي تاعها في السوق الوطنيه وكذلك السوق الدوليه، وان شاء الله تتعمم الى مناطق اخرى، لانه ماده التين الشوكي هذا النبات موجود متوفر كثير ويتناسب كثير مع المناخ في شمال افريقيا خاصه في الجزائر. اذا هنيئا لهذا المستثمرين بهذه الفكره الرائعه في انتاج التين الشوكي وتحويله. اترككم تتابعون هذا الفيديو ليعطينا اكثر تفاصيل في الموضوع، والسلام عليكم. الحدودية جنوبي سوق هراس تتخذ شعبة التين الشوكي مصدرا مهما لسكان المكان، فأزيد من 8000 هكتار تنتج أجود أنواع التين الشوكي. عندنا خدمة واحدة غير الهندي، لأنه حتى المناخ تاعنا يصلح غير الهندي، ما يصلحش مثل الحبوب ولا حاجة، ونقص المياه ما كانش. الهندي اعتمدنا عليه نخدمه. تسناوه ديما. نستناوه ديما، هذا هو قالوا مصدر الرزق تاعنا. الهندي تاع سيدي فرج هو على مستوى القطر تاعنا هو الأول البريمير. سما ياكلوا منه الولايات كامل، واحد خمس ستة ولايات هكذاك ياكلوا منه، الولايات الشرقية هذه سما اللي يلحق ليه. سما هو حلو، مذاق تاعو مليح. لأجل هذا فكر أحد المستثمرين من أبناء المنطقة بإنشاء وحدة تحويلية في أقصى نقطة من شريطنا الحدودي. فكرة إنشاء وحدة تحويل تين الشوكي هو جاءت بعد منتوج كبير في بلدية سيدي فرج، حيث المنتوج الفائض عن الاستعمال للأكل للإنسان يحول في هذه الوحدة إلى زيوت ومادة الخل طبيعية. وكأن آلاف الهكتارات في جنوب سوق هراس لم تعد تكفي، فأصبح المصنع يستقبل من الولايات المجاورة. احنا جينا من واد فراغ ولاية قالما، احنا رانا جبنا حوالي 60 كاجو تين شوكي جبنا اللوزين هنا. يكفي لنؤكد مرة أخرى أنه ولطبيعة بلدية سيدي فرج النائية حتمت على سكان المنطقة جعل مداخيل التين الشوكي أهم الموارد المالية لهم.